السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شهاب علوش من فورد جرام نيوز. نحن الآن في المكتب المؤقت لوزير الاقتصاد الأستاذ عبد السلام الخلف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ عبد السلام، ما هي خطتكم بعد 7 سنوات من الحرب؟ الآن الاقتصاد مدمر وعلى أوج الانتهاء. نحن في وزارة الاقتصاد نسعى لإحداث مديريات تابعة للوزارة. نحن بالأصل وزارة الاقتصاد تضم 3 وزارات، هي وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية، يعني التموين والتجارة الداخلية. فنحن سوف نحدث مديريات لخدمة هذا الشعب، مثل وزارة أو مديرية التموين والتجارة الداخلية. هذا شيء أساسي في اللي طبعا ما عنده معلومات. مديرية التموين تحتوي على عدة دوائر، مثل دائرة الأسعار. هذه الدائرة تختص بتحديد أسعار المواد في السوق لضبط وتنظيم الأسعار التي تخضع لفلتان كبير جدا. الدائرة الثانية دائرة الرقابة التموينية، التي تساهم في تنفيذ ومراقبة الأسعار التي وضعت من دائرة الأسعار. في هناك الدائرة القانونية، وهي التي تقوم بدراسة الضبوط للمخالفين ومن ثم إحالتها إلى القضاء المختص. هناك دائرة اسمها دائرة المخبر أو الدائرة الفنية، وهي تختص ب طبعا المخابر مفهومة، تقوم بتحليل المواد ومدى مطابقتها للمعايير والتي تكون صالحة لخدمة الإنسان. هذه من ناحية التجارة الداخلية. بالنسبة للتجارة الخارجية طبعا هناك كلام كثير، لأنه هناك عندنا استيراد وتصدير. طبعا في هذا البلد حاليا الأمور يعني معقدة، غير الدول القائمة والتي تقوم على اقتصاد منظم ومتين إلى آخره. فيجب بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة، من عكز كمان على الصناعة، لأن التجارة والصناعة في ارتباط بيناتهم، وخاصة التجارة الخارجية. مثل ما حكينا أنه أي دولة لا تستطيع الاكتفاء ذاتيا، فمن الطبيعي أنه بعض الدول مختصة بإنتاج بعض المستلزمات، وعند بعض المستلزمات المضطرة لاستيرادها من الدول الأخرى ممكن تكون تكاليف استيرادة أقل من تكاليف إنتاجها في البلد. وهذا الأمر كمان يجب ضبطه وتنظيمه. هناك مواد تأتي من الخارج، طبعا نحن ما في عنا غير دولة وحدة هي فيها منفذ، وهي تركيا. هذا شيء مهم جدا. باقي المنافذ اللي هي عن طريق النظام وعن طريق العراق وعن طريق لبنان ليست تجارة، وإنما تجارة تهريب، وممكن في مواد غير صالحة للاستهلاك، لأنه ما في مخابر تقوم بتحليل والتأكد من صلاحية هذه المواد. فهذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير جدا، وبده تنظيم وبده ضبط، وبالتعاون مع الدول، وهي الدولة الوحيدة كما ذكرت تركيا. بعتقد هاي معلومات مبدئية، ومن خلال الانطلاق في المستقبل سوف يتم أو تتم التفاصيل بشكل أكثر. أستاذ السلام، الشباب هنا يحتاجون إلى أمل في إيجاد فرص العمل، هل وفرتم لهم ذلك؟ حاليا كما ذكرت آنفا، هناك بعض الوزارات القائمة بدأت تعلن عن مسابقات، وهذه المسابقات طبعا بدها تشغل عدد كبير من الشباب اللي هن فعلا عم يبحثوا عن فرص عمل حتى يعيشوا كما يجب أن يعيش الناس. صعب السلام، هنا في الداخل لا يوجد وسيلة تواصل بين الشعب في المناطق المحررة، هل وفرتم لهم شركة اتصالات من أجل أن تكون تخدمهم في الداخل؟ نعم، موضوع الاتصالات يتبع إلى وزارة الإدارة المحلية، مثل مؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه والمصالح العقارية، يعني في عدة دوائر تابعة لوزارة الإدارة المحلية. فهذا الأمر من اختصاص الوزارة ولا يمكن أن نبحث فيه. أستاذ السلام، ما هي الكلمة التي توجهها
إلى رجال الأعمال في الداخل والخارج؟ نطلب من المذكورين أن يكونوا أو يتصرفوا بأمانة وثقة لخدمة هذا الشعب، لأن الاقتصاد في هذه المنطقة طبعا متأثر بشكل كبير نتيجة الفوضى اللي قامت بعد قيام الثورة، ونأمل منهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة أبنائهم وأخواتهم وجميع الشعب في هذه المنطقة. جزاك الله خير سعد السلام، وشكرا لكم. أهلا وسهلا وشكرا لكم.